بداية الشوط الثاني، الشوط الأولاني 3-0. يلا مشكلة الحرفنة كده، هي مشكلة الحريف كده، يبقى عايز يخش بالكرة جوه الجول. يلا مشكلة الحرفنة كده، هي مشكلة الحريف كده، يبقى عايز يخش بالكرة جوه الجول. انتوا مغلوبين يا جدعان. حرفنة زيادة دي ساعات بتبقى وحشة.
هوبا هوبا يا رب يا كريم. الله جنود الدين. ربنا أصلي ربنا على خير. ربنا جنود الدين على خير الدنيا. أبا أبا فيش حظ. فجأة يسفر على الأجواء ناس اعترضت كتير. أنا همسك لكم العصاية دلوقتي. يلا اوليفر يلا اوليفر. مشكلة انت مشكلة انت مشكلة. يا سلام يا سلام لو استلم حلو. ها من داخل يا ولد يا ولد يا ولد حلو. يا عسكري عامل ايه؟ صح النوم؟ اكيد نايم متاخر. برجعها مكانها ما تقلقش بخلص اجيبها.
بتاع التفتيلي ده لسه احنا ما ها ايوه كده يا راجل يا راجل ايوه كده انا عمال اتفرج وسايب الكاميرا ها ايوه كده يا راجل يا راجل ايوه كده انا عمال اتفرج وسايب الكاميرا حلو 3-1 انا معايا كم ما تقلقش انا معايا كادر مفتوح عامل حسابي ثلاثة واحد يا رب انت عارف اسامي اللعيبه دي لا اسامي لا هو اوليفر اوليفر اللي اعرفه بس انا اعرف اوليفر بس لما بينادى على بعض بحرفه غير كده لا يلا 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 التاني حلو يا جو حلو يا جو عايز ارضي اوف سايد اوف سايد Oh,
يابا يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل، الكوره بتقول لك حطني جول. يابا يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل، الكوره بتقول لك حطني جول. هي بتقول لك حطني جول. هوبا حلوة 3-2، حلوة 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 3-2، هوبا حلوة 3-2، حلوة 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 3-2، شاور لنا شاور لنا عشان اصوره. بيحبوا الصور قوي اكتر من الفيديو. اه تمام، بيبعتوها لاهلهم في البلد. انا بقول لك هيتعادلوا وهيكسبوا. العب مع واحد الا هتعور. يا سلام يا سلام، رفع حلوه بقى لواحد بقى لواحد بقى لواحد بقى لواحد بقى، يلا يلا حلوه حلوه يا جو، شوطه جميله وصد اجمل. لواحد بقى لواحد بقى لواحد بقى، يلا يلا حلوه حلوه يا جو، شوطه جميله وصد اجمل. ايوه كده يا جدعان، شغلونا كده. يا سلام، املى رجلك يا راجل فيها، املى رجلك فيها، حرام الكورة تضيع والله. ده تلات جوان دلوقتي مضيعين. العيال خلاص اتكلمت قوي خلاص. هو مانويل لعب في الدوري المصري؟ مانويل؟ المكابتن كوتش؟ مانويل لقب ثلاثية حربي. الله. لعب في الشرقية ولعب في نادي المحلة. يا سلام، الكرة مش عايزة تخش، الكرة مش عايزة تخش. لا لا لا.
يا سلام، الكرة مش عايزة تخش، الكرة مش عايزة تخش. لا إله إلا الله. الكرة ما عنده. الله عامل ميت. هاي جون اهو، الرابع اهو، يا ولد يا حارس، يا ولد يا حارس العيب، انقذ جون. هاي جون اهو، الرابع اهو، يا ولد يا حارس، يا ولد يا حارس العيب، انقذ جون. حلو حارس، نمبر 1 از جود. ده شكله اتصاب ولا ايه؟ ولا بيستخبى من الشمس؟ مستخبى من الشمس. الكوتشي هتلاقيه ولع بتاعهم، بيولع الستارز، ولع من الشمس. ارض منيله بنيله. هي بالظبط ساعة السما، ما تعرفش تقف هنا. كنت بصور ماتش في الماظة وراحوا صلوا ورجعوا، جم يحط رجلهم في الملعب، لعبوا بالظبط 3 دقايق وطلعوا كلهم من الملعب يجروا. اللي يمسك ميه ويرش على رجله ولا ايه؟ والماتش اتلغى. حلاوة النجيلة بقى في كده. يلا ضعيفة يا جدعان، ما تستعجلوش بقى، الوقت بيجري. بس بدري لسه قد ايه؟ كده 22 دقيقة. لسه بدري هيتعدوا يكسبوا من 5 ل 3 كمان يا رب. شكلك متابعهم، متابعهم متابع جيد اليوم. لا يا الفرقة ما غيرتش الفرقة تاني. بيجري لك الراجل، والله الراجل بيجري لك هنا اهو، هو الواحد اهو رقم 11 لوحده بينادي عليك اهو. حلو الواحد بقى، عند بول جت في ايده. جون يا حلوه حارس.
شوطه جميله وصد اجمل. حلوه حلوه حلوه. جون يا حلوه حارس. شوطه جميله وصد اجمل. حلوه حلوه حلوه. انت لعيب انت يا ولد يا ولد يا لعيب. واقف صح. هوبا يلا يلا اتعادلوا. هوبا عايز ازول بعيده. انت راح يهز الشبكه. كأنه ماتش رسمي بالظبط. حلو اجو يلا نلعب للي في وشك. يلا
فاول فاول بالسلس. يدير مين دي؟ ايه ده يا راجل؟ ده يا راجل فيهاش حاجة فيهاش حاجة. يلا يلا استعجل بقى. يلا استعجل بقى. دي شال رجله بقى، شال رجله. شال رجله بقى، شال رجله. هما مشكلتهم ان هما حريفه زياده عن اللزوم، يبقى عايز ياخد الكوره ويخش جوه جوه. الحرفنه الزياده دي بتودي في داهيه. ده مش حلو. المفروض يستغلها لصالح الفريق مش لصالح ان انا بقى. يا امبارح كان بيلعب فريق افريكا يونايتد بتاع فرانك وفريق تاني اسمه سان سان، برضه بيستهتروا في الاجوان، عايزين يخشوا بالكوره جوه الجول. تبع فرانك، عارف فرانك؟ فرانك كان بيلعب في الزمالك برضه. هما كلهم عارفين بعض. مين فرانك ده؟ كوتشي فرانك. لا ده كوتشي كوتشي. كوتشي زي مانويل كده. لا فريق اسمه افريكا يونايتد. بيقول لك كان بيلعب في الزمالك. كان بيلعب. عامل فريق حلو برضه اسمه افريكا يونايتد. هما كلهم عارفين بعض وفي فريق. وفي فريق اسمه وينفا. لو معاك نت ممكن تخش اوريهولك على اليوتيوب. على اليوتيوب.
خش على القناه بتاعتي اسمها كرة مع نمت. كرة ايه؟ مع نمت. هتلاقي كل الماتشات بتاعت افريقيا بقى بالعربي؟ بالعربي اه، بس الكرة من غير واو، من غير حرف واو. الكرة؟ وتيه مربوطة مش هي. مع مجدي. هي دي صح؟ ايوه ما انا شكلها اه ايوه هي. الماتش بتاع امبارح ده، الماتش بتاع امبارح ده. اشتركت تطلع لي كل حاجه. ايوه. كل المتوشه بتاعت افريقيا بقى لو انتوا عايزينهم موجوده هنا. فريق اسمه وينفا، فريق اسمه جبال النوبه، فريق كده كانوا بيلعبوا في دوره الحريف في المازا. مسمينها دوره الصداقه الافريقيه. الفيديوهات دي نازله السنه دي؟ اه نازله السنه دي، لسه ما فيش من قيمه اسبوع. ولسه النهائي هيتلعب يوم الجمعه. هم كلهم عارفين بعض وكلهم ساكنين في 4.5. يلا يلا يا سلام، يلا بقى من داخل يا جدعان. هوبا شويه، انت لسه هتلم هنا؟ هنا مش عايز الم يا باشا، هنا عايز اشوط على طول. يا الواحد بقى ميه. حلو 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 حلو. لا بيان بيان. وصل وصل وصل. يلا مفيش حد معاه، مفيش حد يسند عليه. فاضل 8 دقايق، التعادل في 8 دقايق دول. Mario! Mario! Mario!
هو ده حل الوحيد ان يقف يتضرب غير كده لا. الهجوم كلها من كل الهجوم من ناحية اليمين، مفيش هم من ناحية الشمال بيشتغل خالص. مفيش هوت اصلا. ايه كلهم بيلعبوا هناك. يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب يا دع يا راجل يا طيب ما يعرفش لا يعرفش ايه ده 5 minutes مش عارف انت قلقان ليه وانا بقول لك هيتعدى هيتصدر نحولها في الثلاث كام دول دول؟ ماشي ده 3 2 هيخلص كده. هتسيح دلوقتي ما بلعبش. لسه قدامي تقول لي 5 دقايق؟ ماشي. ده جون دلوقتي. هو التسرع ده متسرعين.
لا مش هقدر حجي برن تحكيم الافريقي في البدايه يا جماعه والله شكل الرابع هيجي ولا ايه؟ شكل الرابع هيجي ولا ايه؟ حافظ اكتب اسمك بالرابع لا مش هصفر ده ممكن يخلوه 10 دقايق كمان
عشان يكسب المنول. ها لسه الوقت في 10 دقايق حسب البلنتين اللي محسوبه. لسه فاضل 8 دقايق كمان على الملعب. 8 دقايق لا هو الماتش خلص، احنا في الدقيقه 49 دلوقتي. 49 اه ده بقى اللي على بره السنين بعيد محترم. الشيشه تفرح بتظبط. ده معسل ده. اول مره يلعبوهم ولا لعبوهم قبل كده؟ لا انا اول مره اشوف الفريق الاصفر ده. ما صورتوش خالص في عمري يعني. هتلاقي الحاج رقم 3 ده هو اللي مجمعهم. احسن فريق افريقيا مين؟ انت عندك في فريق اسمه ايكونيكا، وفي فريق افريقيا يونايتد، وفريق اسمه ساند، وفريق اسمه دول حلوين. الباقي بقى في المتوسط. وينفا في المتوسط، رينجرز ده في المتوسط. لا رينجر ده جامد. لا لا ده انا بالنسبه لي نمبر 1. رينجر نمبر 1 اه بتاع ايمن. انت ما بتشوفش مانو بيعمل معاهم ايه في التمرين؟ هروح جبت لهم تمرين؟ حبيبي حضرت له. انا جاي لي مانو ولا انا مش جاي لي فرصه؟ ما انا عارف. انا حضرت لهم مره تمرين، كان اللي يلمس كوره لمسه ولعبه، اللي يلمس الثانيه بطلع اطلع بره. عجبني قوي، بيعودهم على حاجات حلوه. كوتش جامد على عودهم حلوه. بس انا بقى احنا بنسال حضرتك عشان انت بتتابع كل فريق تقدر تصنف لنا الناس. ايوه لا بالنسبه لي انا افريقيا رينجرز احلى احلى فريق. احلى فريق وهم بيخافوا يلعبوه. واحلى فريق في عناصر في لعيبه. احلى فريق في احلى فريق. ومين تاني يجي بعديه؟ افريقيا يونايتد لو لعب امبارح بتاع فرانك بتاع اللي كان بيلعب في الزمالك. ايوه بتاع فرانك. معايا تليفون لو عايزينه. وممكن الماتش عندك ممكن تخش تتابعها، يعني مش محتاج ان انت تتفرج. هتتفرج وهتتابع اللعيبه يعني. دول الاثنين المميزين بالنسبه لك، افريقيا يونايتد ورينجرز. ايوه بس يجي دوره بقى كنت مصورها السنه اللي فاتت، كان عندنا في نادي الجمالك. انا شغال في نادي الجمالك مع الكابتن ابو الحاب الحكم من الدوله عارفينه. كان فرانك ده هو اللي ماسكها، كان بينظمها ومعايا الماتش. بس انا ما نزلتش الماتش دي كلها على النت عشان ما خدتش بقيت حسابي يعني. فعندي الماتش دي كلها لو محتاج انا ممكن اديلك على فلاش. دول كانت دوره حلوه يعني. كان في فريق اسمه ايكونيكا ده جميل جدا جدا، عجبني احلى من ده كمان. والله فريق خطير. ايكونيكا موجودين. وانت لو سالت عليه مانو هيقول لك عارفهم. السنه اللي فاتت انا من السنه اللي فاتت ما صورت. بس هم كان فيهم عيال من عناصر امبارح، هم بيتعرف بيعملوا تشكيله مع بعض. واخد بالك ساعات من هنا من هنا هنا واخد بالك بيلعبوا مع بعض. لقيتهم لقيت في عيال ايكونيكا امبارح بيلعبوا مع افريقيا يونايتد. انا في عيل جايب بتحاولت مع مانويل في واحد طويل كده جسمه طويل وجسمه كبير فيرود على رقم 10. مش شايفه لا السنه دي. ده جايب جوان كتير بس مش عارف مش فاكر هو اصلا معاهم. وبعدين ما بيهزرش قدام اي كره بجون على طول. وجسمه جامد. ابا احنا كده احترمنا كده احسن ولا ريدي. انت قلت لنا الاثنين. ما انا شفته لسه. ايكونيكا حلو. ايكونيكا جميل في نفس المستوى يعني مش احسن، نفس المستوى. اي افريقيا يونايتد اقل سنه بس كله بيخاف من ايمانويل طبعا. ما حدش عايز يلعبه كمان عشان عارفين انه هيتغلب يعني. اخوه اصلا اخو مانويل ماسك فريق اسمه وينفا. بقول له ما بتلعبش لاخوك ليه؟ ما تروح تلعب غريب تلعب كده. هو خايف يلعبه. حتى لما بقول لمانويل كده بيضحك.
يعني اولى ان انا اعمل فرق مع اخويا ونلعب منتشر قدام اخويا لما اروح اجيب فريق من بره بيخافوا يلعبوه. يعني الفرقه ده هتطلع تقول احنا كسبنا فرقه ايه؟ طبعا. وفي نفس الوقت ما عندهمش تغييرات كتير يعني الاحتياطي بتاعهم مش كتير بس هم ضيعوا يعني هم ثلاث اجوان انفرادات ضيعه ولعبوا هي مشكله الحريف كده بقى. اوفسايد 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 باول الشمس عماله بتلف اصلا انتوا بتسوقوا في مصر ولا بره مصر؟ ربنا يعينكم. الناس اللي عملت حاجه مع احمد رفعت الحكم ولا هيتطبخ؟ هيتطبخ صح؟ عشان الناس تقيله. ها؟ ما لازم يشوف كبش لازم يشوف كبش في ده بقى. بتاع الامارات رد عليهم قال لهم انا بعت فلوس كلها. فين اللي وقع؟ حد هيجيلكوا دلوقتي يطلعكم من الملعب. برضه كله بيلعب على الناحيه دي. بص فاضي اهو مش عايزين الدور. كله غاويين على يلعب الناحيه اللي هناك.
اهو واحد افتكره اهو ما عيش كده. يا راجل كانت عايزه لفه لفه في الجول. هي عايزه لفه وخلاص. هي عايزه الاصفر ده يجيب جول. اهي الرابع اهو الرابع اهو الرابع اهو مش اهو. هما بيجوا قدام الجون ويتلخبطوا. حج حجاج اطلع على اساس حج الدور التاسع. الله عزم الورقه دي. لك انت قلت لنا فين دي؟ اليوم ده احنا قاعدين بنتفرج على ماتش بتاع المصري مصر 97. ايوه ماشي. كان اسمه ايه؟ كنت بتعرف ان ده حصل ازاي؟ ايوه كان اسمه ايه؟ كان جاي من مصر. ماتش السفر جاي من مصر. كان مين ده؟ ننزل لهم الملعب. خلاص اعملوا يو لوز توداي خلاص. اي دي سي اوليفا فوميت 100% فور كابتن ايمن 70% يو نو هي شود بلاي مور ايزي جول. Yes, you know, this is his system. It's difficult for him to change his system. Yeah, but this is your you know, he's very young and he must get a coach to educate him more. Yes, I know that. To be safe. Yes, I know that. But you know, because he's very young, he's trying to do many things. Yes. Good energy and young boy. Yeah. So this is why I remove him. Oh yeah, I know. Yeah, I know. For safety. Because he keep the ball for a long time. You know, this guy is asking me, he told me, this guy, you remove this guy, you finish your team. I said, yes. I have to let them rest. Everyone has to play. انت عندك اللعيبه حريفه شويه عايزين يخشوا بالكوره جوه الجو. Get ready to count down.